هلا بدنا نحكي عن فاكتورايزيشن. مش بقول لك انا بالامتحان فاكتورايز، او بقول لك write as product of factors، او بقول لك write in one term in the form of one term. ما كله معناته شو فاكتورايز، ماشي؟ حط كمان كله معناته شو فاكتورايز. شو يعني فاكتورايز؟ هلا انتم متعلمين بالسابع الفاكتورايز، انه بناخذ فاكتورايز is to take a common فاكتور، هذا الكومون فاكتور بيكون مضروب multiplied by the remaining factors of each term، by the remaining factors of each term. هاي تعلمتوا انتوا بالسابع. هلا نحن في عنا شيء اكثر من هيك، بس اول شيء رح احكي عن تعلمتوا انتوا بالسابع. مثلا هون كم ترم؟ تو ترم. اول ترم كم في فاكتور بقلبه؟ تو فاكتور. شو اسمه؟ اي واكس. ثاني ترم كم في فاكتور؟ تو فاكتور. يعني اي واحد. شو الكومون فاكتور هون وهون؟ اي. بياخذ الكومون فاكتور بحط هيك، بفتح براكت. شو بيجي من اول ترم؟ اكس واكس. شو بيجي من ثاني ترم؟ واكس. من اول ترم بدي اكس، بحط اكس. بلس واي. يعني بحط الاشاره تاعت الترم الثاني وبحط شو بيجي من الترم الثاني؟ واي. بالحقيقه شو يعني شو بيجي؟ مش انه عم نقص عني الارض شو بيجي؟ عم بعمل شو؟ مش هذا كومون فاكتور؟ كومون فاكتور يعني كومون ديفيزي. يعني عشان اعرف شو بيجي برسم عليه. برسم ال AX على A عجلة، AX على A بتروح قايل معي شو بضل؟ AX. عشان هيك بقي AX هون. تمام، AY إذا قسمت عليه شو بضل؟ AY. بضل شو؟ واي. بضل واي. بضل؟ إيه بضل واي، ماشي؟ هلا هون شو الكومون؟ تو. تو. كم عندنا تير؟ تو تير. الكومون فاكتور هو شو؟ تو. الكومون فاكتور هون بالأربعة مش بالأربعة. فوق كان الكومون فاكتور بالاحمر، هو اول وحده كان الكومون فاكتور باللترز، هلا الكومون فاكتور بشو؟ بالنمبرز، ماشي؟ بياخذ الكومون فاكتور اللي هو 2. نادين، نادين، شو بقي من اول ترم يا نادين؟ اكس. من ثاني ترم شو بقي؟ واي. واي، اكس ماينس، بحط شو؟ اكس وشو؟ واي. ماينس واي، في عندي ماينس، اكس ماينس واي، ماشي؟ طيب، كمان ثالث ترم، ثالث وحده. كم عندي ترم؟ 3 ترمز. شوفي كومون بال 4 يكون الكومون باللترز، ممكن يكون اللترز 4 يكون الكومون بالنمبرز، ماشي؟ طيب شو الكومون عندنا بالنمبرز؟ 4. واضح الكومون بالنمبرز، ممكن يكون الكومون بالنمبرز. شو الكومون بتاع بالنمبرز؟ 4 and 8. هلا ما نشوف باللترز، شوفي كومون باللترز 8. حطوا هيك، هذا الكومون 4A. يلا بفتح شباب، شو لازم اعمل؟ هلا بحط البراكت، بفتح البراكت ونحط الكومون تيرمز اللي بيجي الاكس بلس واي بلس زد. من اول ترم شو بقي؟ اكس. برجع بحط اشاره، بحط اشاره الترم الثاني اللي هي بلس. هيدي اذا صحيح على 4 اي شو بضل؟ واي. انتبهي على زد. هيدي اذا صحيح على 4 شو بضل؟ زد. انتبهي على واضح؟ طيب ننزل للي تحت كمان. في عنا نمبرز وعنا لترز، في كومون باللترز ولا لا؟ باللترز. ايه اول ترم وثاني ترم وثالث ترم، في كومون باللتر ولا لا؟ ايه في بس الاي اول ترم وثالث ترم. اه الاي في هون كومون، في اي هون فيش اي؟ هلا بس هون سكناها. اه مش مشكلة، بناخذ نحن الكومون من الاي، هون في اي وحدة، هون في اي تايمز اي كمان، فيها اي. هيدي في اي وحدة، شو كومون اي وحدة ولا اي باور 2؟ ايه هون في اي باور 2؟ لا هون في اي باور 2؟ لا يعني مش الاي باور 2 هي الكومون. وفي البي كمان. طيب لحظة شوي، هات لنشوف ليه، هون في اي ولا لا؟ ايه هون في اي ولا لا؟ هون في اي تايمز اي، في اي هون في اي ولا لا؟ معناتها الكومون باللترز هو شو؟ ايه ايه رح حط اي. نجي للاحمر، للنمبرز عفوا. في عنا هون 2، هون 4، هون 12. لا في عنا كومون فاكتور لل 2 4 12. بلا بنقسمه على 2 بنقسمه على 2 كومون. شو بنقسمه؟ يعني 2 هي كومون فاكتور، عرفت شو؟ اللي ما بيعرف يلاقي الكومون فاكتور بين ال 2 وال 4 وال 12 في يعمل برايمري كومبوزيشن لل 2 ولل 4 ولل 12 ببين انه كلهم عندهم 2، ماشي؟ ال 2 جاهزه ما فيها شيء، 4 اذا عملنا لها برايمري كومبوزيشن بيطلع فيها 2 و 2، ال 12 اذا عملنا لها برايمري كومبوزيشن بيطلع فيها 2 و 3. 12 divided 2 is 6, 6 divided 2 is 3, 3 divided 3 is 1، مش هيك؟ فكلهم طلعوا، وال 2 فيها بس 2، مش هيك؟ كلهم عندهم كومون 2، صح؟ فهو كلهم يعني بيكون في عندي 2 هي كمان كومون فاكتور. بالنسبة للنمبرز إذا مش مبين الكومون واضح، بيجي بعمل لهم شو؟ برايم ديكومبوزيشن، الجي سي دي المشترك مع أصغر باور هو رح يكون الكومون فاكتور، واضح؟ شو بضل من أول وحدة؟ الاكس. عشان
بعرف شو بقسم هال على الكومون اللي اخذته كومون اكس ديفايد تو اي اكس. طيب 2b هاي صار ab minus ab ايوه لحظه شوي هيدا على 2a تشيك minus 4a square b على 2a يلا طولي بالك minus على plus minus نفس الاشارات عندهم 4 divide to 2 ماشي a square b divide a بتطير a واحدة وb تشيك 2ab نجي للثالثة هلا plus 12 a b سكوير بدنا نقسم على شو على 2a يلا بلس ديفايد بلس 12 ديفايد تو 12 ديفايد تو 6 a b سكوير ديفايد 2a شو بضل b سكوير بضل b سكوير بس 6 b سكوير واضح هيدي هي فاكتورايز هون هلا نجي لهي يلا شو كمان بها الفايف كله بنقسم على شو؟ إذا عملتوا لهم برايم بيطلع على الجي سي دي هو الفايف هو المشترك مع أصغر باور أنتم مبنيينه بصف الكيس بصف السابع طيب بياخد كومون فايف شاك شو بعد في عندنا كمان؟ A-B-A-A-B-C هذا الترم في A-B-C وهذا الترم في A-B-C بس شوف أي A بكتب عندك A سكوير هون A هون A هون B B سكوير B هون C C سكوير C شو بناخذ عليه كومون؟ A ناخذ كل مره المشترك مع اصغر باور شو يعني A باور 1 و B باور 1 و C باور 1 شيك هاي 5 A B C نفتح بركه بنحط اللي شو بيعمل من اول ترم؟ A 3 تقسم اول شيء هو عها 15 over 5 3 A سكوير ديفايد A B ديفايد B C ديفايد C من بلش minus divide plus minus 45 divide 5 9 a divide a b square divide b b واحدة و c divide c راح هلا كمان plus 5 divide 5 plus 1 في دي فيش دي عم حطها اذا في عندي شيء ثاني a divide a الـ a بتطير b بتطير c divide c هاي فينا حطها 1 c او حطها c مثل ما عندي شيء 1 c او c ماشي انتبه يا استاذ نجي على هيدي هيك احنا شو عملنا فاكتورايز صارت شغله مضروبه بشغلات ثانيه هاي اسمها برودكت في ضرب هون يعني برودكت اوف فاكتورز هيدا فاكتور وهذا الفاكتور الثاني ماشي صارت كم ترم هيدي هلا 2 كم لا 1 ترم بس في اسم بيناتهم كيف 4 شو يعني الترم شو يعني الترم شو مجموعة الارقام واحد مضروبين ببعض بس 5 اي بي سي مضروبه ببعض لا هاي كلها مضروبة هاي كلها one term إذا بدك في عندك فاكتور هيدا فاكتور وهيدا فاكتور وهيدا فاكتور وهيدا فاكتور وهيدا كله فاكتور واحد ماشي اللي مضروبين ببعض اسمهم فاكتورز كل مجموعة اللي مضروبة ببعض من إلا شو one term ما هو سؤالك فاكتورايز يعني اكتبها as one term صارت هيدا one term أو اكتبها product of factors هم مضروبين ببعض five مضروبة بال A و A مضروبة بال B و B مضروبة بال C و C مضروبة بهذا الفاكتور الكبير كله هاي 3A لحالها مش فاكتور ولا 9B فاكتور ولا 1C فاكتور كلها هاي شو؟ فاكتور 1 طيب هلا نجي للي تحت كم عندنا ترم فيها؟ 6 part 6 how many terms do we have؟ 2 terms هاي ده أول ترم وهاي ده تاني ترم كم فاكتور هون؟ 2 x minus 2 وال x plus 4 كم فاكتور في هون؟ 3 وال x minus 2 وال x minus 5 شو الكومون فاكتور؟ x و 2 3 x minus 2 common factor x factor x مضروب بغيره x plus x minus 2 هي factor x مش factor x هي منقص من غيرها هي مش factor x بدل الفاكتور بيكون مضروب بغيره هاي فاكتور وهاي فاكتور مضروبين ببعض فاضي عندنا 2 فاكتور 3 و x minus 2 x minus 5 بدل x بحط لك صفر عليها هاي شو common factor هون؟ x minus 2 x minus 2 هون في عندك x minus 2 هون في عندك x minus 2 حطها برا مثل ما هي براكت احملها مثل ما هي تفتح براكت بدير للثانيين شو بيعمل اول ترم؟ x plus 4 حطها كمان براكت x plus 4 شو بيعمل ثاني ترم؟ x plus 3 plus 3 و x minus 5 وهي الوالد تو انتو شو بين 3 وال x minus 5 في ضرب ولا زاد ولا ناقص ولا ضرب؟ زاد ضرب ضرب وين الزاد بين 3 وال عندك 3 هون في شو في هون في ضرب هون شو في؟ ضرب مش هيك؟ يعني شو في بين 3 وال x minus 5؟ ضرب
واضح؟ هاي هي. هلا شو بنعمل؟ نعمل ريدوس او الجو الراجل الكومن اللي برا هو ذاته، نعمل ريدوس للجو. هاي بشو مضروبه هون؟ كمان تضريبه زي هاي بشو مضروبه؟ 3x 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 3
يلا x plus 3x 3x 4x 4x اكتب لي 10 مرات x plus 3x نجمع بس الكوفيشنتس هذا وهذا 4 يعني وتحط x تفاحة زي التفاحات أربع تفاحات مش بيصيروا أربع تفاحات وفي مفتوح راسهم إذا 1x times 3x بالضرب ساعتها إذا شو بتضرب بتضرب بالرام بالرام 3x سكوير بالجمع بس بنجمع الرام بالرام شو؟ وإذا يكونوا سلايك تيرمز بتجمعهم هذه 1 ب 3 3 الاكس بتجمعهم بالباور عرفت شو؟ بالضرب بتجمع الباورز بالجمع بتجمع الكوفيشنتس ماشي؟ هلا إذا أنا بدي أجمع هذه أنا وياك نوقف حد بعض ولا فوق بعض؟ لا حد بعض ونحن عم نجمع ارقام فيهم حط بعض هيك ماشي اما اذا انا بنتخبط انا وياك قصتي نعمل ضرب وهيك تلاقينا قاعدين فوق بعض عم بتضرب تلاقيهم بتلاقي ارقام قاعد ثمنه للاكس شفت شو؟ فيك تاخذها بهالطريقه بالضرب بدرب راسه للواحد من اثر الضرب مش هيك؟ وبالجامعة بيوقفوا حط بعض 10 غلط فيه كم بدك تمرر كل واحدة؟ 10 ماشي طيب هلا x plus 3x قديش يعني؟ 4x 4x ونجمع 4 4 minus 15 11 plus 11 ولا minus 11 minus 11 برافو هذه هي 4x minus 11 بيبقى عندنا اخر واحدة اللي هي x plus 2 كلها سكوير minus 4 into x plus 2 x minus 4 هاي كم تر؟ 2 بين الكومون فاكتور ولا لا؟ x plus 2 اسراء شو الكومون فاكتور؟ x plus 2 في هون x plus 2 في x plus 2 شايف؟ حط equal لا بفتح ال السيسة اختلفت الإشارة بعشر الإجماعة ايه هاي دي مش مثل هاي هذا مش common factor هاي مش common مع هاي common هو هاي هو زيت بدي يكون تبي فانت أخذت ال common factor شو بعمل هلا وراه؟ براكت بفتح براكت كبير لشوف شو بيه شو بيه من أول واحدة؟ إذا أصبح على هاي بيبقى بيقى إيه ما هاي دي الاسكوير معناته x plus 2 مضروب بي x plus 2 شلنا واحدة بضل واحدة x plus 2 مش هيك؟ طيب من تاني تقل شو بقى؟ minus 4 x minus 4 x minus 1 مش هيك؟ minus 4 1 فكرنا البراكت equal x plus 2 هلا بعمل x plus 2 هاي بشو مضروبة؟ x plus 1 هاي دي بشو مضروبة؟ 4 plus 8 ليش ماينس يا استاذ ماينس بي ماينس انا بضل مضرب الاشاره بالاشاره والرقم بالرقم بلس 8 فين نعمل ريديوس ولا لا كمان الريديوس اكس بلس 2 يلا اكس ماينس 4 اكس 3 5 اكس ماينس 1 3 اكس انت بتنقص الكوفيشنتس 1 ماينس 4 بتحط اشاره الكبير كيف صاروا 5 معك طيب بلس 2 بلس 8 بلس 10 عنده نفس الإشارة بنجمعهم هيدي هي واضح هاي الفاكتورايزيشن بعد في شيء تاني بنحكي عنه مرتين